اكيد هنيجي نقول صباح النصر، بس مش هنقول صباح النصر واحنا من قلبنا مبسوطين قوي. ليه بقى؟ طبعا صباح النصر الفوز امبارح، ولكن يمكن الموضوع برضو فيه كلام كتير. هو فوز لكن مش بالاداء اللي احنا كنا منتظرينه. معلش خلينا نبقى برضو يعني زي ما بتقال كده يا كريم، مرآة للفريق. احنا امبارح شفنا الحمد لله النتيجة كويسة، لكن ما شفناش الاداء المنتظر. يعني تاني هنرجع نقول مش مبرر، ولكن في عوامل بتؤثر. لما تيجي تتكلم عن فترة التوقف، برضو فترة التوقف أثرت بشكل كبير. طبعا ما لعبناش غير وديات قليلة جدا، لكن في الأول وفي الآخر إحنا نتمنى كمان على الأرض مش بس يكون الفوز لصالحنا، كمان عايزين نشوف الأهلي مرة تانية. الأهلي مرة تانية إحنا كنا نعرفه، يمكن تأثر الموسم اللي فات، لكن عاد لينا الموسم ده في البدايات الحمد لله حتى هذه اللحظة. لكن على كل حال دي الماتشات، مفيش مشكلة. الماتشات اللي من النوع ده أو البطولات اللي من النوع ده بتكون كده، هنتكلم في كل التفاصيل دي. بس على كل حال صباح الفل على حضراتكم، تاني يوم في الأسبوع و10 صبح في الأهلي، والنهاردة معانا فقرات مختلفة وأكيد برضو أخبارنا مختلفة. نبدأ بالفقرة الأولى، هينورنا كابتن إيهاب جلال مدرب حراس منتخب الشباب، والفقرة الثانية هتكون معانا دكتور دينا أبو السعود، وملف آخر طبي هنتكلم فيه أكيد فيه نقاط كتيرة تهم حضراتكم. بس على كل حال هنقول مبروك، يعني ما ينفعش إحنا نيجي النهاردة نقولش مبروك، لا الحمد لله فوز عظيم، وفي نفس الوقت برضو إحنا كده طريقنا ماشيين في خطوات سليمة جدا يا كريم. بصي خلي بالك يا نهاوند، برضو لازم تاخدي في الاعتبار تفصيلة إن ماتشات الكاس ليها طبيعة خاصة جدا شوية معاك، نظرا لخصوصية وطبيعة البطولة في حد ذاتها. أنت عندك دايما ايا كان الفرقتين اللي بيلعبوا، الاثنين بدون مبالغه الاثنين عندهم نفس الحافز، والاثنين عندهم نفس الرغبه العارمه في الصعود وعبور اللقاء، فاهم ازاي؟ فدي طبيعه الاحوال. طبعا اكيد برضو فعلا لازم نقول لحضراتكم مبروك، مبروك لكل جماهير النادي الاهلي في كل مكان. فوز نقدر نقول ان هو صعب حبتين على فريق المقاولين العرب، وزي ما كنت بقول لحضراتكم من شويه هي دي طبيعه الامور. يعني ماتشات الكاس ده نظامها يعني، ومش حاجه جديده الحقيقه. على كل الاحوال طبعا معروف ان الماتشات دي ليها خصوصيه شديده جدا، فلازم احنا كمان واحنا بنقيم واثناء متابعتنا ناخد التفصيله دي في الاعتبار. دايما كل الفرق زي ما كنت بقول لكم من شويه بيكون عندها نفس الطموح ان هم يكسبوا او ان الفرقه تكسب البطوله، عشان كده لازم يكون الوضع يعني متراعى. التفصيلة دي لازم تتراعى. احنا لعبنا امبارح وتعادلنا 1-1 في البداية، وكنا ابتدينا بالتسجيل طبعا عن طريق المتألق كريم فؤاد في الدقيقة 68، وكنا نقدر الحقيقة نسجل هدف تاني خصوصا بعد التغييرات الفنية في الشوط التاني من جانب مستر كولر، والدفع ببرونو سافيو وأليو ديانج ومحمد شريف وبيرسي تاو، لكن بالعكس يعني استقبلنا هدف عكس سير المباراة تماما، وخد المجريات في سكة مختلفة. الكلام ده حصل في الدقيقة 76 من أحداث هذا اللقاء، وأكيد الهدف اللي دخل ده كان ليه انعكاسات غير طيبة على الأداء العام وعلى الحالة العامة للفريق وقتها. بص انا بتفق معاك، ما طبعا يعني احنا اصلا بعد الجول الاولاني قلنا الحمد لله خلاص قعدت تحت شويه، أيوة. وبعدين جه الجول المقاولون قلنا طب ايه بقى القصه، وبعدين اعصابك تفضل بقى ايه متوتر. امبارح وانا بتفرج على الماتش توتر لغايه، طبعا ركلات الترجيح ربما للبعض هي مثيره للاعصاب، يعني طبعا. في ناس مع ركلات طبعا. الترجيح دي اعصابها بتبوظ يعني، لا هو بيبقى توتر شديد جدا، خصوصا الماتشات اللي من النوع ده اللي هو الماتش بطوله زي ما بيتقال. فالواحد كان على اعصابه جدا امبارح، لكن لو أنا هتكلم تحديدا عننا، انا شفت ان اللعيبه بتاعتنا الحمد لله ما ضيعوش ولا جول، فده شيء يحترم جدا. الشناوي كمان وان هو يتصدى طبعا. لاخر يعني جول اعتقد او اخر يعني ركله ترجيح كان شيء محترم جدا، لكن امبارح اول اوفر نقدر نقول الحمد لله ان اليوم عدى، والحمد لله ان الماتش عدى، والحمد لله ان الفوز كان لصالحنا. نتمنى وننتظر الافضل كمان الفتره الجايه من النادي الاهلي، ان شاء الله. وده اللي احنا نعرفه ان شاء الله. طيب.